بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء الله أكبر فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله والله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين نا آية فروم نا نعمي كاسم بيو بابي باكو سي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة تين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره الله أكبر فلينظر الإنسان
ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardu shaqqa Allahu akbar fa'anbatna fiha habba wa inabaw wa inabaw wa qadba wa zaytuna wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa wa hadaiqa qulba وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة